للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقية سيد شاهو قرداغي. أهلا بك سيد شاهو. بداية، لليوم الثاني على التوالي تستمر تظاهرات معلمي وموظفي كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة. كيف ترى بوادر أمل، أو هل ترى بوادر أمل في هذا الموضوع لتحقيق المطالب؟ تحياتي لكم. بداية، في الحقيقة هناك تأثير إيجابي للمظاهرات على القيادة الكردية وعلى الحكومة الكردية بسبب عدة عوامل، منها أن المظاهرات السابقة التي خرجت في 17 أكتوبر 2011 وأيضا في 2015 في السنوات السابقة كانت مقتصرة على محافظة السليمانية، ولكن هذه المرة الجديد في الأمر أن محافظة أربيل ومحافظة دهوك أيضا شاركت وفي قوة في المظاهرات، وهذا الأمر جعل من رئيس الحكومة يقرر أن يتم مراجعة نظام ادخار الرواتب الذي أنهك المواطن الكردي ويطالب بإلغاء هذا النظام، وأيضا دفع مستحقات الموظفين والتدريسيين الذي تراكمت عند الحكومة وهي 7 أشهر. فالحكومة فورا بادرت، استجابت لهذا الأمر، وهناك حديث أن رئيس الحكومة يريد أن يذهب إلى داخل المتظاهرين حتى لا يسمح للأطراف السياسية باستغلال الحراك الشعبي الآن موجود لأسباب سياسية للانتخابات القادمة. طيب، التظاهرات والاعتصامات لم تقف على المطالبة بسداد الرواتب فقط، ففي المدحتية اعتصم الأهالي احتجاجا على سوء الخدمات. يعني إلى أي مدى أثرت الأزمة بين بغداد وأربيل على الخدمات بكردستان العراق؟ بلا شك أن الأزمة العالقة بين الطرفين وخاصة قطع الميزانية وأيضا الوعود المكررة من قبل العبادي لدفع الرواتب وإلى الآن لم يدفع هذه الرواتب، بلا شك أن بالرغم من الأوضاع السيئة وعجز حكومة الإقليم على دفع الرواتب إلا أن العبادي يساهم في تأليب الشارع الكردي ضد الحكومة الكردية، فهو يستمر في إعطاء وعود كاذبة حتى اعتاد المواطن الكردي على هذه الوعود، ويأتي وعود بتوفير الرواتب، ولكن الغرض الحقيقي لم يكن تحقيق هذا الأمر، الغرض الحقيقي كان إخضاع حكومة الإقليم الشروط العبادي وأيضا الاتفاق معها على استمرار نظام ادخار الرواتب. الآن المشكلة هناك تسريب أنباء يفيد بأن العبادي وافق على إعطاء الحرية لحكومة إقليم كردستان للاستمرار في إعطاء الرواتب بنظام الادخار بشرط الحصول على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد الانتخابات القادمة. طيب، لكن هناك رأي آخر ربما من اللجنة المالية النيابية التي أكدت أن حكومة كردستان يمكنها أن تدفع رواتب المواطنين دون اللجوء إلى نظام الادخار. التفسير لهذا أن الصادرات والواردات لحكومة الإقليم من النفط والسياحة وغيره بإمكانها أن تسد هذه الأزمة ويعني تبعد الخلل. هل ترى هذا الكلام منطقي أم صحيح أم خاطئ؟ سيد الكريم، نحن نرجع للأسباب التي دفعت الحكومة الإقليم إلى تبني نظام ادخار الرواتب. الأسباب كان محاربة داعش، وكان عدم وجود رواتب من بغداد، وأيضا الأمر الثالث كان انخفاض أسعار النفط. الآن هذه الأسباب انتفت تماما، انتهى داعش وانتهى الصراع بين أربيل وبغداد ويكاد يصلون إلى اتفاق، وأيضا ارتفع أسعار النفط. فالمشكلة أن حكومة الإقليم تحججت بانخفاض أسعار النفط لتبني هذا النظام، الآن أسعار النفط أصبحت مرتفعة ولكنها لا تقبل بإعادة النظام الرواتب مثل ما كانت في السابق، وهذا الأمر أيضا يساهم في تأجيز الشارع الكردي أيضا والخروج في مظاهرات. يعني هنا يمكن القول بأن الطرفين، الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، هما ربما مشاركان بتأجيج الوضع وتأزيم الحالة؟ بلا شك، أنا أعتقد أن حكومة الإقليم لو بادرت بإجراءات تطبيق الحوكمة الحقيقية والشفافية ومعاقبة الفاسدين، قباد طالباني نائب رئيس الوزراء هو بنفسه يقول هناك فراعين للفساد. طيب، لماذا لا تعاقبون هذه الفراعين؟ أم أنهم يحتاجونهم لوقت الانتخابات؟ هذه الفراعين لو تم محاسبتها وإرجاع الأموال ومحاسبة كل فاسد لما احتاج حكومة الإقليم لبغداد واستطاع أن يدفع كامل الرواتب. طيب، المعتصمون والمتظاهرون يعني لوحوا باستخدام بالتصعيد استمرار، لو استمر طبعا الحال على ما هو عليه إذا لم تلبى المطالب. برأيك يعني إلى أي مدى تمتنع حكومة العبادي، حكومة بغداد، عن المساعدة أو محاولة يعني إنقاذ هذا الموقف، أم هي تسعى إلى فقط إحراج الحكومة في كردستان؟
أنا أعتقد أن العبادي أثبت أن وعوده أغلب وعوده كاذبة، وأنه يستطيع أن يحل هذه المسألة وهذا الموضوع عن طريق الوعد بدفع الرواتب الكامل، ولكن هدف العبادي هو الحصول على مكاسب سياسية. هو الذي عاقب الشعب الكردي بسبب أخطاء القيادة الكردية، وبالتالي هو ليس لا يهمه أي مبادئ أو أي حلول للمشاكل. هو الآن يريد أن يضمن مقعده أو يضمن ولايته الثانية بدعم كردي، وفي سبيل الحصول على هذا الأمر سوف يستمر في الضغط إلى أن يحصل على اتفاق يكون هو الطرف الأقوى فيه والأكراد الطرف الأضعف فيه، ولكنهم مجبورون بسبب الضغط الشعبي الذي صنعه الحراك الشعبي الموجود الآن داخل الشارع. عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.